شنو الفرق بين التجربتين، بين سلاف وبين زهور علاء؟ هي كل وحدة ولونها. مثلا منو أكثر بينك وبينها كيمياء؟ بالعكس اثنيناتهم، يعني أنا أشوف كلهم كل الممثلين، مو بس كل الممثلين. راح أقول لك، هم أكو إعلاميات اشتغلت ياهم مشاهد، أكو إعلاميات هم اشتغلت ياهم مشاهد. خلي يطلعون بغير مشاهد وبغير شو اسمه، وشوف المشاهد اللي أنا وياهم. يعني أنا ساعدهم، يعني خلص أنا أجي، مو ما عندي مشكلة ويا واحد ولا عندي مشكلة فلان ولا وياك ولا، خلص أجي نجتمع نسوي المشهد. أنا من نوع الأنطي. ضوء زهور علاء طفاك؟ طفاني؟ شلون يعني؟ يعني هي نجمة طبعاً معروفة وقديرة وقديمة. وجودك وياها أو ويا نجوم أكبر منك ينهيك لو يضيف لك؟ بالعكس، هو أول شيء يعني يضيف، يعني إضافة هي زهور علاء. بعدين صدق هي إضاءة، مو نجمة طبعاً. هي إضاءة، مو يعني طبعاً قلوب مشتعل. طبعاً طبعاً. يعني وجميلة، يعني جميلة وظهورها بالشاشة كافي. طيب فتعرف الجميل من تشتغل على كوميديا، صير موقف حلو، صير توليفة حلوة.